يعني سيد هزاع، الحديث الآن وكأنه قانوني، قانونيا على ماذا تعتمد وترتكز حكومة الاحتلال، حكومة اليمين المتطرف، حكومة نتنياهو وأعضاء حكومته، على أي أساس قانوني يرتكزون في هذه التصريحات؟ الحل الإنساني الأنسب هو التهجير الطوعي لسكان غزة. أول شيء بشكرك أختي على اللقاء، وبتفق مع ضيفك الكريم على المحطة فيما قاله يعني، ولكن أضيف على ذلك أن ليس وزير المالية، هي الحكومة، حكومة الليكودية، يعني جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية هم من المتطرفين المتدينين الذين لا يعني مقتنعين اقتناعا تاما بأنه لا يوجد أي فرصة لمشروع حل الدولتين، هم لا يؤمنون بحل الدولتين، ولذلك ينظرون دائما إلى مبدأ التهجير القسري ومحاولة إخلاء الأرض سواء كان في غزة أو الضفة الغربية على حساب أخواننا في مصر وعلى حساب الأردن. كما قال أخي العزيز، الضفة الغربية تهجير إلى الأردن وغزة إلى مصر، هذا المشروع مطروح قديم وليس جديد، ولا يعني حرب في غزة لم تضيف شيئا. كما ذكرت دكتور هزاع، هذا ليس بالجديد، سنوات طويلة وعقود طويلة هناك سعي إسرائيلي لتهجير الغزاوية لصحراء سيناء أو جزيرة سيناء، وهناك رفض واضح عبر كل هذه السنوات، وأيضا جدده مرة أخرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان واضحا ومباشرا أن هناك رفض وأن هذا أمر غير مطروح على الطاولة المصرية بأي شكل من الأشكال. اسمحي لي بس أكمل حديث. نعم. يعني أنا كنت بدي أصل لهذه النقطة. المبدأ الأساس أن إسرائيل ترفض أي مشروع لحل القضية أو حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ولا على أي أساس آخر، هي لديها قناعة مطلقة بأن الحلول يجب أن تكون على حساب الدول المجاورة لهذا الكيان الصهيوني. فيما يتعلق بالشق القانوني، كما يقال بالأمثال، من أمن العقاب أساء الأدب. إسرائيل يعني لا تسيء الأدب فقط، فهي ترتكب جرائم مخالفة لكل القانون الدولي، سواء كان القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي بالمجمل، اتفاقيات جنيف، بروتوكولات. إسرائيل تقوم بهذا العمل لأنها تجد دعما مطلقا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل أوروبا وتبني الرواية الإسرائيلية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تضغط أيضا على جمهورية مصر وحاولت تضغط على الأردن فيما يتعلق في موضوع التهجير. التهجير في القانون الدولي الإنساني هو تعتبر من يعني مرحلة أخطر من مرحلة جريمة الحرب، لأن القانون الدولي الإنساني يتدرج في الجرائم، وهذا تدخل ضمن ما يسمى بالتطهير العرقي. جمهورية مصر مصرة على موقفها في رفض هذا التهجير، لأن يعني ذلك يعتبر إخلال مبدأ السيادة الدولة المصرية، ولا يمكن إيجاد حل على حساب الآخرين. يعني الرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله أكدوا على أنهم يرفضون رفضا قاطعا أي حلول ترضي إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، فلذلك هذه النقطة مرفوضة نهائيا من قبل سواء من إخواننا في جمهورية مصر أو من قبل الأردن. المشكلة تكمن في ما هو السيناريو المعد لما بعد الحرب. إسرائيل تسعى كما تعلمين غزة مساحتها 361 كيلومتر، عندما تحصري جميع سكان غزة في النصف الجنوبي من غزة واللي هو أقل مساحة قليلا من النصف الشمالي، سوف تخلق كارثة إنسانية، سوف تؤدي هذه الكارثة إلى ضغط عاطفي ويسعون إلى ذلك على جمهورية مصر العربية في البداية في محاولة تأمين الغذاء والدواء والماء، ومن ثم سوف يتم الضغط بشكل أكبر على جمهورية مصر إلى محاولة بناء مخيمات مجاورة في العريش لغزة، إلى يعني مرحلة مؤقتة لحين الإعمار. هذا هو التفكير الصهيوني بالدعم الأمريكي والأوروبي في محاولة لإيجاد ما يسمى حقائق على أرض الواقع تدفعنا كعرب نتعامل في عواطفنا كثيرا إلى القبول بعض الأحيان إلى حلول جزئية، ولكن هم يسعون لاعتبارها حلول دائمة.
فكما قلت لك هم يحاولون ضغط سكان غزة في اتجاه معبر رفح وإيجاد حالة إنسانية مأساوية تدفع المصريين أو تدفع الإخوان في مصر إلى محاولة تخفيف من هذه المشكلة ببناء على الأقل ما يسمى بخيام قريبة في منطقة العريش لحين حل المشكلة، وهكذا تبدأ بالتدريج. هل هي إسرائيل هكذا تتعامل مع هذه المواقف؟ ولكن أنا متأكد أن الرئيس السيسي وجمهورية مصر العربية سوف تقف وقف رجل واحد. الشعب المصري شعب له تاريخ عظيم ويعلم أن إسرائيل ليس لديها أي نوايا حسنة، وبالتالي سوف تضغط باتجاه عكسي، محاولة إيجاد حلول كما قال جلالة الملك اليوم في جوردن في واشنطن بوست، له مقال في واشنطن بوست تحدث على أن المشكلة ليست مشكلة غزة، المشكلة طويلة ونحتاج لأن إعادة الحسابات، أن إسرائيل ترضخ وطالبا للأوروبيين وطالبا للأمريكان بأن إسرائيل ترضخ لموضوع العودة إلى حل الدولتين وإيجاد حل شامل للقضية وليس حلول جزئية كما تسعى إليها إسرائيل الحالية.